صلى الله على محمد نور أشرق في دنيانا صلى الله عليه وسلم ربي بالهادي أحيانا معز جاء إلى البشر هو فرحة خير في القدر هو وجه حسن كالقمر جاء بطب من مولانا فيه فؤادي بات ينادي وللمؤمن خير مرادي فرسول الله هو الهادي وأتيت بما الله يسلم هاليدين يا ام العبد وايديك يا رب تفضل تسلمي تسلمي يا لطيف يا ستير هيني جاي يا ام العبد انا مش نصاب بحكي لك اتركني انت جيتي برجليك بدك تدفع حق البضاعه يعني بدك تدفع حق البضاعه يا زلمه اتركني صلاح اتركوا يا زلمه شوفي من شهرين اللي عنده حق بضاعة مش راضي يدفع ابو العبد انا بدي ادفعهم بس الامور شوي صعبه طيب يا عمي طولوا بالكم شوي خلص يا عمي الموضوع عندي انا انت تعال معي صلاح انا بعدين بحكي معك تعال يا عمي ماشي تعال اسمعي يا حرمه انا معدتي حمضت من كثر الاكلات اللي كل يوم بتعديهن يعني انا تعبت معدتي من العدس ومشتكاته خلص بدي انزل على البلد وأكل سندوش فلافل خلص ماشي ماشي هسه يلا مع السلامة مين؟ أبو العبد ألو أهلين يا أخوي أبو العبد طب بدي أوصل على البلد أكل سندوش فلافل وبعدها باجي عليك كيف؟ يا سيدي خلص ولا يهمك هيني جاي يلا مع السلامة مع السلامة يا أبو سليم أهلا وسهلا يا بني حياك الله يا عمي ما قلت ليش من أي بلد حضرتك أنا من نابلس وجيت على بلدكم أسأل عن شاب تقدم لخطبة أختي وبالصدفة التقيت في صلاح يا ميت أهلا وسهلا فيك يا بني شرفتنا يا حبيبي إن شاء الله بعد الغداء بنتحدث بكل شيء لا يا عمي لا تغلب حالك أنا مش هتأخر لا يا بني شو بدها تحكي علينا الناس؟ انت في بلد اسمها بيت قاد هذه كانت مركز للقوافل كانت تيجي من الشرق ومن الغرب وكانت اهل البلد الله يبارك فيهم يقوموا بضيافتهم الله يسعدك يا عمي انتوا الخير والبركة عن اذنك يا بني يلا يا باشا اجرك يلا يلا والله واهلا وسهلا يا ابو سليم فيك اكثر يا اخوي ابو العبد يا ميت مرحبا شو بدك قول ما تعرفناش بالاستاذ الاستاذ ضيف عندنا بالله عليك نعم ضيف عندنا برضه ما تعرفناش عجب متاخر زينا فكرناك سبت على الارض لا بدي اخلص هالشغله وباجي غريب مش عوايدك شكله في اشي شو مالك توكل على الله شوف يا عمي باين عليك انك انت محترم كل بصراحه صلاح له حق عندك اكيد له وانا مش منكر حقه ما دام مش منكر حقه اسمع اي تقصير منك انا واخوك ابو العبد ان شاء الله من سده تخافش
الله يسعدكم، غمرتوني بلطفكم. هذا واجبنا يا عمي، أهلا وسهلا فيك. طيب بلكن الزلمة فعلا معوش، يدبر راسه، أنا مضطر على المصاري. طيب وين وصلت الأمور؟ أخذوا أبو العبد على الدار معاه وكان اللي بحكي معك. طيب معناته مشي معنا على الأرض، ولما يتصل فيك أبو العبد بتروح عنده ماشي؟ طيب يلا توكل الله. فهمت عليك، يعني أنت ماخذ من صلاح صناديق خضرة. بس أنا مستغرب يا زلمة، أنت شكلك دكتور، ما لكش في البيع والشراء والخضرة والشغلات هاي. ما هو أخذتهن منه لمحل أخوي وبعدها سكرت الدنيا. المهم يا بني تنوى السداد، ربنا بوقف معاك وبعينك. طبعا يا عمي أكيد رح أسد. يلا خلينا نحن غير واعينا عشان عشب الأرض. والله ماني جاي عبالي أشتغل يا زلمي. أنت أي إشي بأثر على نفسيتك. مش هيك بس يا زلمي، حاب أعرف شو اللي صار. اطمن، طالما الموضوع وصل عند عمي أبو العبد اعتبرها محلولة إن شاء الله. كثير أنا باجي على نابلس. عن إذنك عمي. خذ راحتك. ألو، أهلين حاج. هياني أنا في البلد عندهم، وكاد عند جماعة محترمين أصروا إلا يقدوني عندهم. ماشي يا حج، بس أخلص بحكي معاك. يلا مع السلامة. إيه معلش، هذا أبوي حب يطمن علي وبحكي لي شو صار معاك. الله يخلي لك والدك يا رب العالمين. احكي لي يا بني، شو اسم الشاب اللي جاي يخطب أختك من عنا؟ بجوز بنعرفه. اسمه أشرف سليم. أشرف؟ يا بي أشرف، الله يرضى عليك تعمل لك كاسة شاي. مدام صلاح مش جعبة لا يشتغل. على راسي. أبو العبد، شو أبلش أجهز الغدا ولا بزيادة شوي؟ لا بزيادة شوي يا أم العبد. ماشي، بتبلغني عشان أبلش أحضر. عرفتوا للشاب؟ إذا ما هو في حدا في البلد بيعرفش أشرف؟ كيف الشاب وكيف أخلاقه؟ أنا بقول منتغدى ومنحكي. انشغل بالي يا عمي، الشاب ما له إشي؟ يا عمي لا تشغل بالك ولا إشي، بعد الغداء بنحكي لك كل شيء. شايات زي الذهب. يعني انت هسه مصر تعرف قبل الغداء؟ انا بقول بلاش تصد نفسك عن الاكل. يا ريت يا عم تقول لي ماله الشاب. والله ما انا عارف شو بدي اقول له يا اخوي ابو العبد. بس احكي له اقول له انه اشرف نصاب. وكيف لو يعرف انه كل اصحابه سيئين لسه؟ وبس هيك مش مسكوهم قاعدين بحششوا. المفروض بكره نلقط محصول البندورة في الأرض الثانية ونحطه بالصناديق، لأنه التاجر حكى معاي اليوم. لا يا رجل، لما ضرب جاره بالعصاية. إيه يا زلم، أيامها الشرطة كانت لحقته عشان إيش؟ سرق الدجاجات مع بضاعتهن. يا عمي لما سرق سيارة جاره وراح باع على واحد تاني. صح صح، هسه تذكرت. تعرف هذا الولد متعب أبو. إمتى ناويين يتغدوا هدول؟ يا لطيف، منيح اللي حكتولي قبل ما توقع الفاس بالرأس. بس يا الله بلد. ويي ليش بتضحك يا عمي؟ بصراحة كنا نمزح معك، أشرف من خيرة شباب البلد. والله لو عندي بنت لجوزت إياها. طيب ليش حكتوا لي هيك عنه؟ أبو سليم حبي مازحك، تزعلش منه. يلا هيا غيرت نفسيتك، خلينا نقوم نشتغل. خليني أقوم أغير وعيي. هذا أبو العبيد خير، شو بده؟ أبو العبيد، هي موجود. ماشي ماشي، مشوار الطريق بنكون عندك. يلا مع السلامة. خير شو فيه؟ أبو العبيد بده إياه كلياتنا نروح عنده. أها طيب يلا توكل على الله. أبو العبد، حاضر حاضر، يلا هبلش أحضر الأكل. يلا
اليوم مش رح نقدر نيجي عليكم. اجانا ضيوف وقاعدة بجهز بالغدا. يا زلمة كل اللي شو بتكره بقول لك الانتظار. يا زلمة بعدين يا زلمة، أنا متت من الجوع. يا أبو سليم، والله الغدا جاهز، بس يصلوا الجماعة مشان نتغدى بمعيتهم. ها هيجوا الجماعة عن إذنكم. أما أكيد أبو العبد عامل لك غدا عشرفك إيش؟ رح توكل أصابعك وراه. تحب اللحم أنت؟ تحبها؟ جد؟ والله أنا بحبها. الله يبيض وشه ويعجبهم الاكل. اهلا وسهلا، تفضل يا جماعه. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اهلا 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 ابو سليم. هلا 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 هلا. كيف حالك عمي؟ كيف حالك؟ هلا العم. شو بتعرفوا بعض؟ طبعا ولو اشرف. يا عمي بنفوت نتغدى هلا وبعدين بنحكي. تفضل يا ابو سليم. قبل الغدا اخوك ابو العبد ما محل المشكله. ها بدي تتصافوا قبل ما نروح نتغدى. يلا سلموا على بعض. اهلا وسهلا في الجميع، تفضل يا عمي. الله يزيد فضلك يا رب. تفضل تفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. والله شرفتونا واهلا وسهلا فيكم، مع انه اليوم اجتماعنا كان صدفه. الله يزيدك شرف يا ابو العبد. يا اخوان هذا الغدا اليوم على شرفكم جميعا بمناسبه خطبه الشاب المحترم الطيب الخلوق اشرف. والله انا اشهد انه محترم. اسمع يا عم صلاح، مصرياتك عندي انا. تكمون على ركبتي يا عم ابو العبد ولا يهمك. هسه فهموني، نقول مبروك ولا لا؟ القرار عند ابوي. بعدين بما انكم كلكم تتشكروا في اشرف، ابوي ان شاء الله ما راح يعارض. واحنا بنتشرف فيكم يا عمي. يا عمي خلص عاد بكفي لك بعد بالزور. يلا تفضل تفضل يا جماعه تفضلوا. مد ايدك مد ايدك يا ضيفنا مد ايدك. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. صدق رسول الله. صلى الله على محمد نورا أشرق في دنيانا. صلى الله عليه وسلم في الحب أعيش سعيدا، وبه شوقي أصبح عيدا، ونهاري قد صار جديدا، فبه ربي قد أغنانا. صلوا يا أحباب محمد، من يكثر بالهدى.